سر حبي وانتمائي للنادي الاهلي وانا عندي 9 سنين. النهارده انا عندي 67 سنه، يبقى كام سنه؟ حوالي 58 سنه. يعني اول ما وعيت على النادي الاهلي انا من حي السيده زينب. السيده زينب طبعا ومن حي كان فيه رحمه الله عليه الاستاذ كمال حافظ، يعني هو اللي مربيني وتبنيت بان كان هو كان تملي يروح النادي الاهلي. وراح ما راح انا اول مره اروح النادي الاهلي عن طريق رعايه شباب نادي بتاع السباحه بتاع الجزيره. لقيت الجماهير داخله، كان يوم التمرين يوم الاثنين ويوم الاربع، رمت من التمرين بتاع الجزيره ورحت على النادي، اتفرجت على صالح سليم الله يرحمه ورفعت الفناجيل وطارق والجيل القديم ده كله، ومن يوميها لحد النهارده وانا في النادي الاهلي. طبعا سبب حبي وانتمائي للنادي الاهلي ده حاجه اسريه، جينات من صغرنا وبنتوارثها، وما بنطلع بقى يعني بتيجي بعد كده بقى انت ذهنك بقى بيفهم ان انا بعتبر النادي الاهلي هو الكيان اللي هو في مصر اللي هو مبني على اسس ومبني على تربيه واخلاق صرف النظر عن البطولات، ويعني مهما كانت حاليا دلوقتي بنسميها يعني فتره شويه عدم توفيق، ومع ذلك بناخد درس من جمهور النادي الاهلي ان هو بيتلم حوالي لاعيبته وبيقول له نقطه من اول السطر وبالتوفيق. ففي كل مره بصراحه وفي كل جيل بياخد درس من النادي الاهلي ككيان. النادي الاهلي بالنسبه لنا بيمثل حاجه كبيره، احنا بنتعلم منه كتير وحاجات كتير، والمبادئ اللي هو النادي الاهلي ماشي عليها حاجات كتير الاهلي عملها كنادي وكفرق وبطولات والكلام ده كله، فلازم طبعا الحاجات دي كلها تبقى تأثر فينا طبعا. وبعدين دايما الاهلي بيعمل الصح، هي دي الحاجه اللي بتخلي الناس دايما متمسكه بالاهلي ودايما جمهوره وراه ودايما الناس بتحب الانتماء للنادي الاهلي، وان شاء الله دايما كده الاهلي في تفوق كده وان شاء الله يا رب. والله ده سؤال صعب جدا، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا عضو عامل في النادي الاهلي و40 سنه لاعب ومدرب وعضو. النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا جدا على مستوى مصر والوطن العربي وافريقيا واجزم ان هو على مستوى العالم، واحنا بنحب النادي الاهلي عشان مبادئه وقيمه والحاجات اللي احنا تعلمنا منها رؤسائنا القدام كابتن صالح الكابتن حسن حمدي واخيرا الكابتن الخطيب، ارسوا فينا روح الانتماء للنادي الاهلي وحب النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي. وانا يعني من هذا المنبر بقول للشباب الصغير النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا ولازم نحافظ عليه ولازم نتمسك بمبادئه عشان حب النادي الاهلي ده في دمنا. دي زي الجنسيه كده والديانه والحاجات دي تورثناها يعني ابا عن جد يعني انا افتكر ان والدي كان زميل كابتن سيد اباظه سنه 28، كان زميل حسين حجازي وعلي الحسني، والراجل ده كان بياخدني مع النادي الاهلي، اتفرجت على الاهلي والزمالك هنا في مختار التتش وكان 3-0، كان ساعتها صالح كره بدماغه واحده كان طاها فاكر ما شاء الله. لا ما راحش مني ماتش شفته ابدا الحقيقه يعني. طبعا كنت باجي مع سيد اباظه، سيد بيه اباظه ده كان كابتن مصر هنا، وكان كان في كده مقوله بينه وبين حسين حمدي زمان سنه 28 زي يا سيد جون، كان هو سريع جدا وكان راس حربه وساعات كانوا يلعبوا باك رايت، فسيد اباظه ده هو اللي حببني في الكوره، كان بيجيبني هنا على طول وكنا بنخش كده اوضه اللبس ويومها يومها قال اللي عادل ما تفوتش حاجه النهارده، قال له لا ما تخافش يا كابتن. وانا فاكر في اليوم ده اول 5 دقائق كان الحكم حسين امام وكان عم حماده امام، واول ظهور لحماده امام في اهلي والزمالك جاب جون وقف وقال اوفسايد، وفعلا حسين امام حسبها اوفسايد. كانت الناس فير زمان وكده. النادي الاهلي يعتبر بالنسبه لنا البيت الكبير لنا، نادي القيم والمبادئ والكرامه واللفه والوطنيه. النادي الاهلي ما اكثر ما يمكن ان يقال او يكتب عنه ده نادي القرن، وتحس كده ان النادي الاهلي ماشي في دمنا يعني احنا، واحنا معاه على الحلوه والمره، ولا يمكن نتخلى عن النادي الاهلي.